تمارين رفع الوجه، أنا حطيتهم للعلامات حتى نحن نعرف كيف حركة الإيدين والمساج الكامل حتى نشوف وجهنا مشدود نحو الخارج. Let's go نتعرف على المساج السحري. يسعد أوقاتكم أحبتي، بتمنى تكونوا بصحة وخير وسلامة. اللي عم بتابعني أول مرة معكم لبين رح يحصل على درجة دكتورة بالكيمياء التحليلية، خبيرة التغذية العلاجية وبيولوجيا الشقيقة وجمال السيدة. هذا التمرين موجه للجميع، كبار وصغار، شباب وبنات، رجال ونساء. الموضوع كتير مهم إنه أنا بدي أرفع وشي نحو الخارج. المساج منطبقه صباحا او مساء مرة واحدة فقط في اليوم، في تكات صغيرة رح ننتبه عليها ونحن عم نطبق المساج. والكل بيسألني انا شو بستخدم، انا بستخدم منتجات فلوريجال. فلوريجال رح تشوفوها بكل متاجر اناقة انثى، ان كان امازون امريكا، امازون فرنسا، امازون السعودية، فتحنا المتجر. أصدقائي، أي نوع زيت موجود عندكم، أي كريم موجود عندكم، نحن رح ناخد جزء بسيط من الكريم الموجود عندكم، رح أنا حطهم على الأصابع. لأنه رح استخدمهم للأصابع بالمساج. البداية صار الكريم موجود على ايدي، لاحظوا مثل ما هو مرسوم رح اطلع لفوق بهدوء 5 مرات. لاحظوا بعد الخمسة انا حاطة هون اشارة، هاي الاشارة انا بدي ارفع الخدود. لاحظوا كمان 5 مرات، بعدين 5 مرات لفوق، رح نجي على العين. العين نحن رح نكون مرطبين وشنا بأصابعنا أكيد. لاحظوا كمان 5 مرات. وتطبق اكيد على الجهة الثانية. نجي. والنتيجة رح تكون روعة. ورح شارككم تجربة سيدة رفعت الخدود وشوفوا شو قالت لي. سيدة جميلة او انسة عمرها 19 سنة عم بتقلي هلا غاليتي، انا متابعتك من مصر، انا عملت تمارين الرقم الفيديو 179، يعني هي تمارين رفع الخد رقم الفيديو 179 على اليوتيوب لرفع عظمة الخد. عظمة الخد، انا عمري 19 سنة ما كان عندي خدود خالص، بفضل ربنا ثم انت خدودي بقيت ظاهرة واضحة، وكل اللي بيشوف يلاحظ التغيير، ربنا يبارك بعمري. خبرتها بكل سعادة وعم إلا يسلموا لانك شاركتينا تمارين ونجاح التمارين. حبيبتي ده واجبك علينا، وعلى فكرة انا لسه ما كملت الشهر على التمارين. في سيدة عم بتقلها بس أنا دلوقتي الصبية عم بتكفي، أنا دلوقتي برزت خدودي، خدود التفاح دي أعمل قالي باقي خدودي عشان وشي يبقى كله مليان ومتناسق، وعاوز حاجة للغلوخ والدقن المزدوج عشان مغلبني. الصبايا بلشوا يسألوها. نجاح رفع الخدود روعة جدا، ونحن هلأ اليوم شرحنا كيف منرفع الوجه كله نحو الخارج، يعني الحصول على وجه مشدود. شو ناطرين؟ طبقوا التمارين وشاركوني النتائج. بتشكركم وانطروني الفيديو اللاحق.